السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاكل اللي بتكون ما بين انسايز والناس دولت تكره مشاكل كبيرة شوية ومشاكل بتتشال. ايش معنى انا مشاكلي مع الخونة روان وريان لعنة الله عليهم؟ ما مش عايزين، مش بتاخد بروباجندا جامدة، على العكس الناس بتقعد تقول عليا انت مش عارف ايه، انت مش عارف ايه، انت بتتحدى. يا اخي روان وريان دولت ما عملوش حاجة غير الكذب والحقد والعنصرية، وبيرفعوا لك بعديها بثانية شعارات لا للتنمر، لا لمش عارف ايه، لا لمش عارف. انتوا كذابين كذابين، مختلين عقليا. لماذا؟ ليه الكذب ده؟ ليه بتخدعوا الناس؟ مشاكل انسايز يا جماعة انا مقدرها جدا، وعارف ان هو مشاكله، يعني انا مش عارف، ولكن بجد يعني افهموا ان في اتنين هبل في العالم اسمهم روان وريان، دول اسوأ من المسيح الدجال اساسا. يعني قوتهم جبارين بشكل ما تفهموش، وعندهم شر وكذب بشكل بيكذبوا بطريقه هبل. قال لك لا للتنمر، وانتوا اساسا عاملين حوالي اكتر من فيديو عنصري جدا. اولا انتوا زي ما انتوا عارفين انتوا عرب، فانتوا تنتقدوا فرقكم عادي، ما عنديش مشكله. تنتقدوا بقى في ناس تانيين احسن لي، ما اقولش هم مين بالظبط، ولا خليها مستورة احسن. ولكن لو انتوا لما تعرفوش ان انا هيبقى ليا عقاب كبير جدا ليكم. مش معناه ان انا يوتيوبر قد كده انا ما اقدرش انهيكم مثلا، لا اقدر انهيكم، بس انا عايز اشوف انتوا ايه رد فعلكم، عايز اشوف منكم رد فعل. هل انتوا هتخافوا من ان انا اقدر اعمل كده؟ ما انتوا مسحتوا ميزه التعليقات، اقول لكم ليه انتوا خايفين من التعليقات اللي جايه لكم. ما انتوا عارفين ان محتواكم زباله، فمش عايزين الناس تيجي وتنتقدكم. وحرفيا انا مش عايزه اقول ان انتوا ابتديتوا من قناتكم، كنت شاكك اساسا ان في انا اللي دعمتكم اولا، واولا كنت بدور الفرق ما بين البنت والولد، لقيتكم عاملين فيديوهات كنت فاكرها اللي هي نور ستارز كده، حسيت ان هي نور ستارز مش عارف ليه. كان فيديو عن الحجر الصحي، المهم يعني كان معمول من يوم. ساعتها اول ما شفت الفيديو على رأي في ناس شوية، او جيت بعديها على طول فتحت قناة كينج اوف مجلس، فبكيت حتى ابتلت لحيتي. صح انا ما عنديش لحية اساسا، فبكيت حتى ابتلت نظاراتي، عشان خلينا نقول كده خلينا اوضح شوية. فزي ما بقول لكم يعني ما الموضوع بجد يعني زهقني جدا، وبجد اول ما شفت قناة كينج اوف مندس افتكرت العزة والشرف والقوة والامان يعني بجد كينج اوف مندس ده ليا ذكريات معاه. يعني انا بصراحة كنت ظلمه جدا ان انا كنت كل الدعم اللي انا دعمته لروان وريان ده كان لازم ادعمه لكينج اوف مندس، واكتر كمان كان لازم يكون اكتر، بس للأسف دعمت الخونة ودعمت ناس كنت فاكر ان هما هيخلوا الدعم ده يردلي بشكل كويس، ولكن في الاخر ردوا بشكل كلب زيهم. ولكن هما اللي مش فالحين غير في التشويه في الناس، ومش فالحين غير في التشويه في الناس، وانا بأكد لكم على الموضوع ده، هما ده كل اللي فالحين فيه، تشويه. كلهم ما قدروش يقولوا غير لا التنمر، وهم اساسا اكبر متنمرين.
واكبر عنصريين كمان. يا جماعه محدش فيكم عارف خطوره روان وريان، ما تدعمهمش لان هما نهايتهم هيردوها لك بطريقه وحشه. بدعو كل واحد اصيل شريف ينشر الشعار ده، قاطعوا روان وريان او لا تشاهدوا فيديوهات روان وريان، ارفعوا الشعار ده بعزة وكرامة. واتمنى للمشتركين روان وريان الله يهديهم ان هم يسحبوا اشتراكاتهم. انتوا بتشتركوا عند ناس، ومشتركين روان وريان الولاد، انتوا كده بتدعموا الناس اللي شتموكم واهنوكم. بتدعموهم ليه؟ ليه بتدعموهم ليه؟ انتوا كده على العكس، انتوا كده خاينين اكتر منهم كمان. ليه بتشتركوا في قناة ناس اهانوكم وشوهوا شكلكم امام العالم؟ دول اسوأ من مكرون اللي اساء مش اسوأ منه طبعا، هم اقل سوء منه، ولكن هي العنصرية، هي العنصرية ما بتختلفش. انتوا بتسوسيوا الناس هتتعاقبوا على اساءتكم ديت. انتوا الخونة اللي عايزين يسيئوا للاديان والاعراق. الاساءة للالحاد والكفر ده برضو تعتبر عنصرية. انت مالك ما يعتنق اللي هو عايزه. وانت واولا خصوصا العرق والجنس دولت هما الاخطر بكتير. ده مولود كده. بتنتقدوا ليه؟ بتنتقدوا ليه؟ هي شخصيته كده، شخصي هو مولود يا اخي كده. بتنتقد شكله ليه؟ بتنتقد اهله ليه؟ هو عرقه هندي، انت مال امك؟ انت مال دماغك بيه؟ هو عرقه هندي، شكله كده عرقه هندي. الصيني مثلا عرقه صيني، خلاص انت مال امك، خلاص اخرس، خلي الافكار ديت في دماغك. عرقه عربي مثلا، عرقه عربي، انت مال شكلك؟ ما تفكرش يا مالك، انت مالك ومال دماغك بيه؟ مالك مال عيلتك كلها؟ مال ابوك ولا مال شكلك ولا مال كل حاجة في دماغك؟ هو مولود كده، انت مالك؟ ما انت مولود برضو زي الزفت برضو. اهو هتنتقد فيها، انا هنتقدك، لان خلي بالك انت هتنتقد فيها هيرجع الانتقاد عليك. انت عندك عيوب، مفيش انسان كويس عنده كل الحاجات في العالم فيه، مفيش انسان في العالم كده. حتى لو عندك كل حاجة عندك غلط، ما عندكش غير حاجة واحدة صح، انت كده انسان طبيعي، مش انسان ما بيغلطش، وبرضه بتغلطوا. فما تروحوش تنتقدوا واحد ان هو بيعمل حاجات وانتوا اساسا بتعملوها. يعني ما شوف قمة في الغباء والعنصرية ما لقيتش زيها. بتحاربوا التنمر وانتوا اكبر متنمرين. مش فاهمين اي حاجة من الاساس. وهترفعوا الشعارات الهبلة ديت. اوكي بصوا يا جماعة، الانتقاد مش شيء مبدئيا. انتقد بطريقة كويسة، بلاش تنمر. اولا التنمر يبقى يعني التنمر اللي هو مش حرام، مثلا اللي هو التعديل مثلا تجيب لحيتك مثلا وتلونها ازرق،
مثلا تجيب لحيتك تلونها ازرق، دي حاجة بقدرك انت، انت اللي تقدر تعملها، تقدر تلون لحيتك ازرق. او لو حد مثلا اكبرك كده يبقى انت خلاص انت كده معفو، يعني ما الناس هتبتدي تنتقدك وتنمر عليك وتقول لهم يا جماعة ده هو الواحد اكبرني، الناس خلاص ممكن في منهم ما يصدقوا. يعني انا بصراحة الحاجة اللي انا مستغرب منها من روان وريان، روان وريان دولت ليهم نهاية معينة بتبقى كويسة، دايما يخلصوا لك. اولا العنصرية ما كفتهم، ده على العكس انا كولد عندي ثقافة معينة بس بمشي عليها، بسبب روان وريان خلوني احس ان ثقافتي ديت هبلة لو ما تفكرش فيها، يعني يقدروا يغزوا العالم كله بفيديوهاتهم الهبلة العبيطة دي العنصرية. يعني لو طلبوا من الناس يا جماعة العرق الهندي ده لازم نقتله هيحصل، عندهم مشتركين كتير، هي المشكلة مش يعني خلاص، هي بسببهم جزء كبير من العالم، جزء قليل يعني بس هو يعتبر جزء كبير بقى عنصري، 8 مليون واحد بقى عنصري، تخيلوا للدرجة دي الموضوع بقى اهبل لاني درجة. اول فيديو ابتدوا فيه العنصرية على حسب المشاهدات اللي فيه هو ويا بدر، وفي واحد اسمه بدر ولا مين مش عارف اسمه ايه، ده اتكلم عن روان وريان. عايز اقولك على حاجة، انك برضو تقول عن ان محتواهم معظمه كويس، ومبدئيا ما عرضش الفيديوهات اللي فيها عنصرية ديت، ده برضو يعني مكشوف شوية، بس ما خلينا نسيبه احسن، مش لازم له ده قوي. بس واحنا زي روان وريان دولت العالم دولت يقدروا يغيروا حاجات كتيرة. انا مش فاهمكم، انتوا متضايقين من الولاد خلاص ما تكلموا، ما تعملوش فيديوهات، انتوا كده بتهينوهم. يعني انت مثلا انك تروح تقول مثلا لمراتي انت اماراتي ومش عارف ايه وغير جنسيت، انت هو مولود اماراتي، انت مالك، هو فرحان ان هو اماراتي، هو عاجبه اللي هو فيه، هو عاجبه الوضع اللي هو فيه، وانك تكون اماراتي ده شيء كويس، يعني ما تغيرش جنسية الواحد ولا اي حاجة، زفت عليك وعلى دماغك ودماغ الميلوك، استغفر الله العظيم. مفيش اسوأ منكم بجد، يعني في المواضيع دي عنصرية بشكل، في الاخر تطلعوا يقولوا مش عارف ايه ومش عارف ايه تاخرك انتوا اخركم اساسا شتيمة في الناس، وتمامكم ورقة تواليت وحاجة يعني بهضة. لعنة الله على غبائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى بجد يعني الناس تسحب اشتراكاتها من روان وريان، يا بدر روان وريان بارك الله فيك. ولكن عايز اقولك على حاجة، انك تقول ان محتواهم 10% منه وحش بس، او في مثلا 10% منه هبل، 5% هبل وخمسة منه سيء، ده شيء مش يرضيني خالص، ما يرضينيش وما يطوعنيش اصلا ان انا اشوف قناتك او اشترك فيها، لان يا بدر او اسمك بدر ما يطوعنيش خالص، او انا ما اقبلش ان انا نفسي، انا ما اقبلش ان انا اشوف الناس بتخلي شكلهم حلو. لعنة الله على غبائهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.